أمس إسرائيل تعلن الضفة الغربية منطقة قتال وجبهة ثانية بعد غزة، ماذا نفهم من ذلك عسكريا بداية وأمنيا؟ كويس جدا. ده بيبين لك احد العثرات او نقول الفشل الاسرائيلي. لماذا؟ كنا دائما نقول سويا يا استاذ محمد قبل الانقطاع لمده شهرين، كنا نقول ان هدف اسرائيل في غزه ان يتحول قطاع غزه مثله مثل الضفه الغربيه، بمعنى ان الضفه الغربيه التعامل معها امني، وحضرتك طبعا تعلم ذلك جيدا، اما في قطاع غزه التعامل عسكري. الضفة الغربية الآن تتحول إلى بدل ما تعامل أمني إلى تعامل عسكري مثلها مثل غزة. يعني أنت بدل ما تنجح فيما كنت تسعى إليه تحويل غزة إلى منطقة يتم التعامل معها بقوات أمنية، يعني إيه قوات أمنية؟ يعني الشرطة على سبيل المثال، قوات شبه عسكرية على سبيل المثال للتعامل مع مدنيين بأسلحة بسيطة أو غير مسلحين على الإطلاق. نجد الآن لا، ده الفصائل الفلسطينية موجودة بكل قوتها، جميع الفصائل الموجودة في غزة تقريبا موجودة الآن في الضفة الغربية. إذا الموضوع تم عسكرته بواسطة الفلسطينيين، نجحوا في ذلك. في بالعكس، أنت لم تستطع أن تجعل قطاع غزة قطاع التعامل معه أمني، وفشلت كذلك في أن تجعل أن يستمر تستمر الضفة الغربية لتكون منطقة يتم التعامل معها أمنيا فقط خارج القوى العسكرية. كل هذا يرهق من، ولذلك هو منزعج للغاية، بس يؤف جلب بس بس وزير هون في الدفاع نقطة بالتأكيد. دكتور، إنه تفضل. إسرائيل ألا تبالغ في تصوير الضفة الغربية بأنه شبيهة بغزة كي تخلق وتقدم للعالم مبرر لعمليات العسكرية؟ يعني الضفة الغربية محاصرة من جميع الجهات، إسرائيل تروج خلايا إيرانية ودعم إيراني، ومعروف أي شيء يدخل إلى الضفة الغربية يعني لا يمكن أن يمر هكذا. ومرة حتى كتب يعني إعلام إسرائيلي هالبنادق اللي بيد المسلحين الفلسطينيين كثير منها بتبيعها جماعات إسرائيلية، مافيات إسرائيلية، سلاح للجيش الإسرائيلي أصلا. صحيح. نيجي هنا في نقطة، يعني حضرتك أكنك تتحدث بالرأي الآخر، وده مهم جدا. خليني أنا دايما بقول الآتي، إسرائيل بتفكر إزاي دلوقتي؟ يعني في الوقت الحالي من المستفيد الأكبر؟ أنا بكلم من وجهة نظر إسرائيل، اسمح لي طبعا، المستفيد الأكبر من تصعيد القتال في الضفة الغربية، هل المقاتلين في غزة؟ لا أعتقد، لأنه لا يؤثر عليه، ولكن جبهة الشمال. إذا عندما يقول ذلك، يعني لو افترضت أنه بيبالغ زي ما حضرتك بيقول، هيكون عنده حق، علشان يبين أن إيران عندما تدعم في الضفة الغربية تنشغل القوات العسكرية. لأن حضرتك ممكن تسألني سؤال بسيط جدا، طب ده هيؤثر بيه بعد كده؟ قد يؤثر على سحب بعض من القوات، على الأقل الاحتياط، لا نقول الأنساق الأولى، المقرر أن تهاجم في اتجاه حزب الله لتدعم في الضفة الغربية. ما يعني ذلك؟ هذا لصالح إيران بالتأكيد، لصالح حزب الله بالتأكيد. إذا المفروض أن الدعم بيتم من خلالهم. هنا الحقيقة لا، يعني كلها تحليلات بناء على أي معلومات متيسرة. أنا ذكرت وجهة النظر الأولى أن الجانب الفلسطيني هو من حرق بهذه الفصائل ليجعلها منطقة قتال مشتعلة، وحضرتك تفضلت برأي مهم جدا أن إسرائيل تبالغ في ذلك، أو ربما إيران تساعد بالفعل في ذلك لتخفيف الضغط على حزب الله في اتجاه الشمال. ماشي، بس القصد أنه يعني الفلسطيني مهما يكن من أمر ضمن القوانين الدولية يحق له أن يقاوم الاحتلال. الضفة الغربية تحت احتلال. لا، ده ما فيهاش فصال بالضبط. طبعا أقصد طبعا أنه فهمت. الطريقة أو الإطار اللي تضع فيه إسرائيل تبرير عملياتها وتنكيلها وقتل الفلسطينيين أنه في إطار صراع مع إيران، يعني كأنها تنزع عن الشعب الفلسطيني أنه شعب من 76 سنة وحتى من أيام الانتداب البريطاني أو الاستعمار البريطاني شعب يناضل من أجل حريته. هنا بقى في نقطة كمان إضافة للي حضرتك قلته، ده بيصعد للهدف الأبعد، وأنا يمكن حتى تحدثت فيه أمس بشكل أو بآخر. يعني لما بنلاقي، مش احنا قلنا حضرتك بتقول لي ايه الهدف في التواجد في محور فيلادلفيا؟ انا اسف ان ما كملتش حتى الاجابه ساعتها، لكن هقول لك باختصار لانه مرتبط بسؤال حضرتك المهم دلوقتي. ان يتواجد في محور، اذا كان ليس له تاثير عسكري القوي، اذا ماذا سيكون التاثير؟ سيكون من ضمن التاثير انه يريد البقاء واحتلال غزه للابد، او على الاقل خليني اسميه، لان الاحتلال ليه معاني كثيره.
بقاء قوات عسكرية في غزة إلى أطول فترة ممكنة. نقارن بما يتم الآن في الضفة الغربية، هو كذلك يريد أن يمحي أي وجود لمواطن فلسطيني على أرض فلسطينية يملكها، يرفع عليها العلم الفلسطيني. يعني ده بعد ثالث حضرتك يمكن نبهتني، مع انك تحدثت فيه بالامس انا بقول لحضرتك، ولكني لكنك نبهتني، دي مهم جدا، اللي هو استكمالا لسؤال حضرتك الاول، وما يتم في غزه الان وربما ما سيتم في الجنوب اللبناني فيما بعد، ان هو اسرائيل طبعها في الحروب اذا لم اشعر أنني في أمان سواء قوة عسكرية أو مواطن مدني، أخذ من الأرض التي بجانبي لتصبح منطقة عازلة. هنا منطقة عازلة نوع تاني، نو مان لاند، بلا قوة، بلا قوة عسكرية من الجانبين، كأن إن أنا أوجد منطقة عازلة. طب أنا مش قادر بقى بهذا الشكل، لن أجعلك موجود على تلك المنطقة، خاصة لو كنت داخل بلادي. قد يتسق هذا مع قول حضرتك أيضا. طيب أيضا تركيز العمليات اللي إسرائيل بتسميها مخيمات الصيف في الشمال، في جنين، طول كرم، وطوباس، على اعتبار أن المناطق الأكثر التهابا، تأتي عملية فلسطينية في الخليل في الجنوب. إذا هذا يعني أنه أحيانا إسرائيل في حساباتها العسكرية لا تكون دقيقة، وتعتقد أنه منطقة أهدأ من الأخرى، لتفاجأ بأن المنطقة التي اعتقدت أنها هادئة أوجعتها أكثر من منطقة ساخنة. هذا ما يؤيد ردي الأول على حضرتك، أن الفصائل الفلسطينية بتقاتل في الضفة الغربية، أو خليني أقول تنشط في الضفة الغربية بنفس الأسلوب القتالي الذي كان يتم في غزة. أنني أجعلك تشعر وكأن المنطقة هادئة تماما، ثم أشعل فيها النشاط وأبتدي أتعامل معك، لا أعطيك الراحة. الفكرة هنا في إيه؟ إدارة التوتر كما كنت أسميها لحضرتك، بدل ما أجعلك أنت دائما اليد العليا والمسيطر سواء على العمليات أو القتال على الأرض، حتى التوتر المكان والزمان بيدي أنا. ده اللي بيحقق لحضرتك المفاجأة، أو بيحقق للجانب الإسرائيلي المفاجأة، أنه كان لا يتوقع استمرار قتال في هذا المكان أو إخماده تماما ثم يراه مرة أخرى. استهداف المخيمات أيضا، ألا يندرج هذا في إطار خطة إسرائيلية يعني لإنهاء ما ممكن أن نسميه شواهد النكبة، شواهد اللجوء، يتزامن ذلك مع التحريض على الأونروا؟ يعني خطة نتنياهو الآن طبعا في إطار تصفية القضية الفلسطينية تبدأ من خلال تصفية شواهد اللجوء. انت حضرتك وكأنك يعني وضعتها في مكانها الطبيعي جدا. تخيل انا لاجئ في بلدي، يعني انا لاجئ على ارضي، بغض النظر بقى انت محتلها او مش محتلها كمان، يعني حتى جزء الارض الذي اتيح لي الان ولا مؤقتا الذي اعيش فيه كلاجئ، هذا الموضوع موجع للغايه. فهذا بيزيد ضغط سواء في الداخل الاسرائيلي احيانا في بعض من هو معارض لنتنياهو تحديدا، وفي الخارج اكثر بالتاكيد، وفضلا المفروض الدول العربيه، بيجد هذا له تاثير شديد للغايه. هو يعني وكانه انا اشعر ذلك الحقيقه استاذ محمد، يعني الفلسطينيين يشعروا اكثر مني، وكانه لا يريد ان يظهر اللاجئين في صوره انا انهي وجود اي فلسطيني موجود في هذا المكان. وهذا يتسق مع ما قلته لحضرتك من البعد الثالث، أيوة. السؤال السابق، انه كانه يريد احتلال كل الاراضي ولا وجود لاي فلسطيني واحد على ارض فلسطينيه يملكها.